نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مقطع صوتي يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة. وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الصحة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها. وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمس للواقع بأي صلة، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة على مستوى الجمهورية.